التفكير بالموت هو علاج من أمراض العصر. أنا صادق معك في هذا الكلام، وهذا الكلام عن تجربة، وهناك تجربة علمية أجريت تحدثنا عنها مؤخرا، وسأعطيكم نبذة عنها لتدركوا أن التفكير بالموت شيء جيد، ليس شيئا جيدا. الذين يخافون من الموت أيها الأحبة هو شخص غافل. مواصفات من يخاف الموت من هو؟ أولا هو غافل عن الله، ثانيا هو لا يعلم ماذا ينتظره بعد الموت، مجهول بالنسبة له. لذلك القرآن العظيم يعني أكثر من 100 آية تتحدث عن الموت في القرآن العظيم، 115 آية عن الآخرة، القيامة 70 مرة، الساعة أيضا أكثر من 40 مرة. كل هذا ليقول لك أيها الإنسان مصيرك هناك ليس هنا في الدنيا، نظرك يجب أن يكون هناك، يجب أن تبني هناك وليس هنا. الغبي من يبني في الدنيا، لأن الدنيا هي متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. التجربة العلمية التي قاموا بها ماذا تقول؟ جعلوا أناسا يفكرون بالموت، يعني وضعوا عدد من الناس قبل، طبعا هم كان هناك مباراة رياضية، إحدى الألعاب الرياضية، وأرادوا أن يختبروا أسلوبا جديدا هو التفكير بالموت، كيف ينعكس على أداء هؤلاء الرياضيين، كيف ينعكس التفكير بالموت على أداء الرياضي الذي يستعد للفوز في هذه الجولة أو هذه سميها معركة، يعني لأن الحياة كلها معركة حقيقة. فطلبوا من المشاركين أن يجلسوا ويتخيل كل واحد منهم أن آخر عمل سيقوم به هو هذه المباراة، وبعد ذلك سيموت. فبدأ كل واحد يفكر، أنا ماذا سأفعل؟ كيف سيكون أدائي؟ ما هي مشاكلي؟ ما هي مواعيدي؟ ارتباطاتي؟ بدأ يلغي 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 هذه الأمور، لأنها كلها ستدمر بعد الموت. الموت يأتي بغتة، والعذاب يأتي بغتة، والساعة تأتي بغتة، أي فجأة. لذلك عندما بدأ هؤلاء الأشخاص الرياضيين يفكرون بأن هذه ستكون آخر مباراة لهم وآخر عمل من هذه الدنيا، وبعدها دخلوا، فكان مستوى الأداء عالي جدا جدا وغير مسبوق. مستوى أداء هؤلاء الرياضيين كان مرتفعا جدا وغير مسبوق على الإطلاق. لماذا؟ لأن التفكير بالموت يلغي التفكير بالهموم والمشاكل والمواعيد والاحتياجات والمخاوف والقلق، لأنك ستموت. لذلك القاعدة العلمية تقول، وهذه التجربة لم يجرها مسلمون، الذي أجراها هم أناس غير مسلمين، القاعدة العلمية تقول أنك إذا أردت أن تبدع في عمل ما وتكون سعيدا فكر بالموت، واعتبر أن هذا آخر عمل لك. النبي عليه الصلاة والسلام، هنا ندرك، هنا أخي الحبيب انتبه معي، ندرك لماذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان إذا وقف للصلاة يفعل نفس الشيء، يفكر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة سيصليها من هذه الدنيا، فتجد قمة الخشوع، قمة التدبر، وقمة الاستفادة أيضا. لذلك النبي أمرنا، قال صلي صلاة مودع. مودع لماذا؟ مودع للدنيا. صلي صلاة مودع. مثلا أنا اطلعت على ما يسمى بالكتاب المقدس، فوجدت أنه لا توجد أي إشارات لأوصاف ما بعد الموت إلا قليلا جدا وغير واضح، بينما القرآن مليء مليء، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. آية شديدة الوضوح تصور لنا ما يجري لحظة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. آيات كثيرة أحبتي في الله تتحدث عن الموت ولحظة الموت وعالم البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قل كلا، هو يقول يا رب ارجعوني، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن أخي الحبيب، المواصفات القرآنية للموت مواصفات واضحة جدا وتبشر المؤمن. يعني أنا كمؤمن مثلا لم يتركني القرآن محتار، لم يتركني أخاف من لا بالعكس،
القرآن يقول لي لحظة الموت هي أجمل لحظة يمكن أن تعيشها أيها المؤمن إذا كنت مؤمنا بالله. لحظة الموت ستأتي الملائكة بأجمل صورة، ستأتي الملائكة لتبشرك بالجنة وتزيل عنك الخوف وتزيل عنك الرعب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب هذه منزلة عالية جدا. أنا في الدنيا الآن لدي هموم ومشاكل وأمراض ومخاوف وقلق من المستقبل واحتياج للآخرين، أنت مضطر تحتاج للآخرين أحيانا. كل هذه المشاكل ستتوقف، كل الهموم ستتوقف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من كان يتصور مصيره بعد الموت عندما حضره الموت. كانت ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها تقول وكرباه قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذه العبارة قالها نتيجة هذه الثقافة التي كانت لدى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المعلومات وهذه العقيدة أنه سيرتاح بعد الموت، لذلك قال لا كرب على أبيك بعد الموت. وعندما حضره الموت كان يقول، طبعا النبي يخير وهذه عقيدة عندي أن النبي أجله محدد ولكن إكراما له كان يخير أن يموت أو يعيش ما شاء، فكان يقول بل الرفيق الأعلى. لماذا؟ لأنه يعلم ما ينتظره. يعني أنا الآن أعيش في مثلا مستنقع وستخرجني تضعني في فيلا فيها كل وسائل الرفاهية، أرفض. إنسان يعيش في مستنقع مليء بالأمراض، مليء بالأوساخ، بالقذارات، مليء بالمشاكل كثيرة، بالجوع والعطش، ستقول له سأخرجك وأضعك في مزرعة فيها فيلا وفيها كل وسائل الرفاهية، سيقول لك أنا أتمسك بهذا المستنقع. لا، هكذا الدنيا أخي الحبيب. والتشبيه غير دقيق لأن ما بعد الموت سترى أشياء عظيمة جدا، ترى النور، ترى الطمأنينة، تعيش في حياة البرزخ وأنت مطمئن، تأنس بالقرآن الذي كنت تقرأه. لذلك أنا أحرص على الاستماع للقرآن لأطول مدة ممكنة، حتى في الليل وأنا نائم أحرص على الاستماع للقرآن، لأن هذا القرآن أولا يأتي شفعا لأصحابه، ثانيا يأتي يحاجج عن صاحبه يوم القيامة، ويأتي مؤنسا لصاحبه في القبر. تخيل أنك الآن تغسل وسوف ترمى في التراب، سوف توضع في قبرك. تخيلوا، طبعا هذه حقيقة أخي الحبيب لن تهرب منها، لا أنا ولا أنت ولا أحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن صلى الله عليه وسلم. كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. تخيل أنك الآن تغسل وستوضع عاريا، عاريا فقط عبارة عن قطعة قماش هي الكفن، ستلف بها وتوضع في باطن الأرض ويرد فوقك التراب. فتخيل أنك في القبر، طيب ما الذي يؤنسك؟ ما الذي ترتاح به؟ ستخاف. القرآن، القرآن هو المؤنس لك في القبر. لذلك أنت عندما تفكر كل يوم بالموت وفي كل لحظة سوف تختفي لديك مخاوف الدنيا. ولكن ما هو التفكير بالموت أخي الحبيب؟ ليس التفكير بالموت أنني سأموت وأولادي سيحزنون وستنتهي الدنيا ولن أرى أحدا، لا لا، ليس هذا التفكير. التفكير بالموت أن تفكر بمصيرك، بمصيرك بعد الموت، أن تفكر برؤية الملائكة الكرام، أن تفكر الاستماع لصوت الملائكة، صوت رائع جدا وجميل، صوت الملائكة تستمع له، أن ترى مقعدك من الجنة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما يموت المؤمن يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، الكافر يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. لذلك أخي الحبيب يعني كل يوم تفكر، لأن التفكير بالموت حقيقة هو علاج لكثير من الأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان، وندعو بدعاء سيدنا يوسف عليه السلام وهو على عرش الملك لم يتكبر، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين قال الله فيهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حتى يتبين لهم أنه الحق.